لو بقى انت برضو مش بتدخن واشتريت او وخلاص واشعلت السيجاره فده للاسف الشديد انت خط بقى في المشاكل. دخلت بقى دخلت المشاكل وكل ما تعالى الدخان كل ما عمل بينك وبين المشاكل دي يعني حجزتك بزياده يعني تمام يعني توريطه. لو البني ادم هو تبع ربنا وكده وشاف ان هو بيدخن سيجاره وكده فده عمل حجب بينه وبين الله. يعني انت دلوقتي ماشي بصي في حاجه اسمها لمم الصالحين كبائر يعني كبائر تعتبر.